السلام عليكم. نشرتنا الرياضية المفصلة لهذا اليوم نستهلها من سوتشي ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية. الأمريكية جيمي أندرسون تدخل التاريخ بإحرازها الذهبية سنوبورد سلاب ستايل، مسابقة دخلت في جندة الأولمبياد الشتوي في النسخة الحالية. ابنة 23 عاما جمعت 95 نقطة وربع النقطة، تفوقت بفارق 3 نقاط على الفنلندية إيني روكاير صاحبة الفضية. وفي مسابقة أخرى هي المنحدر السريع، أهدى النمساوي ماتياس ماير بلاده أول ذهبية. ماير تقدم بفارق 6 أجزاء من الثانية على الإيطالي كريستوف إينهوفر وعشرة أجزاء على النرويجي هيتل يانسورت. ألعاب سوتشي الشتوية باتت محور اهتمام العالم بأسره، والبابا فرانسيس لم يوفر بركته لمنظمي الأولمبياد والمشاركين فيها. ككل يوم أحد ترأس الحبر الأعظم القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس، لكن عظة اليوم لم تغب عنها ألعاب سوتشي. كلمة البابا أمام المؤمنين تضمنت مفهوم روح التعايش بين الأفراد، والمكان الأمثل لهذه الصفات الإنسانية يتواجد في المنافسات الرياضية كما يحصل في مدينة سوتشي. في هذه الأيام تستضيف مدينة سوتشي الألعاب الأولمبية الشتوية. أود إرسال تحياتي للمنظمين والرياضيين على أمل أن يكون حدثا لنشر مفهوم الرياضة والصداقة. ليس بعيدا عن سوتشي أوكرانيا تسعى لاستضافة الألعاب الشتوية عام 2022، لكن الاضطرابات السياسية لدى جارة روسيا تقوض جهود البطل الأولمبي السابق سيرجي بوبكا للترويج لعرض مدينة لفيف. رئيس اللجنة الأولمبية الأوكرانية وعلى الرغم من ذلك واثق من أن بلاده يمكنها سريعا حل الانقسامات التي تمزق البلاد. التونسي عصام جمعة يقود الكويت الكويتي إلى الفوز على ضيفه لوكوموتيف تاشقند الأوزبكي والتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال آسيا. جمعة سجل ثلاثية فيما حمل هدف لوكوموتيف الوحيد توقيع إيفان نجاياف. الكويت سيلعب في الدور المقبل مع الأخوية القطري، والفائز منهما يتأهل إلى دور المجموعات. عادة كان كلاسيكو فرنسا يخطف كل الأنظار لأن مواجهة باريس سان جيرمان ومارسيليا تعكس صراع الطبقتين الغنية والمتواضعة. اليوم يختلف الوضع، فمباراة نادي العاصمة الفرنسية أمام مضيف موناكو تحمل عنوانا آخر، هو لقاء الطبقات الأكثر ثراء. تقرير يلقي الضوء. سيكون ملعب لويس الثاني مسرحا لاستضافة الجولة 24 من الليغ آن. يعلم مدرب موناكو كلاوديو رانييري صعوبة المباراة في ظل غياب الكولومبي رادامين فالكاو. مواطنه جيمس رودريغيز سيكون الخيار البديل إلى جانب المهاجم ديميتار بيرباتوف. يحتل فريق الإمارة الجميلة المركز الثاني مباشرة خلف ضيفه الثقيل بخمس نقاط. الضيف سيشق طريقه إلى موناكو حاملا أمنية الفوز من الباريسيين، أمنية تراود زلاتان إبراهيموفيتش، فهو يحمل المسؤولية على عاتقه في ظل غياب زميله إدنسون كافاني. العودة إلى العاصمة بثلاث نقاط من شأنها تعزيز موقع سان جيرمان في الصدارة بفارق ثمان نقاط، حسابات قد لا تتحقق لأن المواجهة الأخيرة بين الناديين انتهت بالتعادل الإيجابي. اجتماع أغلى لاعبي العالم في الوقت نفسه سلط الضوء على الأجور الخيالية. صحيفة لباريزيان نشرت رواتب نجوم بطل فرنسا، ف13 منهم يتقاضون شهريا بين 100 و200 ألف يورو، وعلى رأسهم زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 807 ألف يورو شهريا. أما موناكو فليس بعيدا عن هذا المعدل، ويأتي في المقدمة رادامال فالكاو بـ1,200,000 يورو. اليومية سألت في استفتائها أهمية وضع سقف للرواتب، فوافق أكثر من 80%. لقاء الليلة سيشاهده نخبة من المشاهير أمثال لاعب التنس نوفاك جوكوفيتش والمدرب الهولندي لويس فان غال واللاعب الفرنسي السابق كريستيان كارمبو. صدارة الدوري الإسباني تنتقل إلى ريال مدريد في ليلة سقوط جاره أتلتيكو. غياب كريستيانو رونالدو لم يؤثر على النادي الملكي، شكل جاريث بيل خير بديل وقاد فريقه إلى الفوز على ضيفه فياريال بـ4 أهداف لـ2. الميرينجي رفع رصيده إلى 57 نقطة، انتزع المركز الأول بفارق الأهداف عن أتلتيكو الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام ألميريا بـ2 هدفين من دون مقابل.
وبعد خسارة أتلتيكو مدريد ستكون فرصة استعادة صدارة الدوري الإسباني مهيئة لحامل اللقب برشلونة على في حال فوزه الليلة خارج أرضه على إشبيلية. النادي الكتالوني سيدخل اللقاء مفتقدا لقلب دفاعه كارلوس بويول، وبحسب بيان النادي فإن قلب الأسد شعر بآلام حادة في أسفل الظهر. ابن 35 سينضم إلى قائمة غيابات طويلة في البلاوغرانا. تشكيلة تاتا مارتينو ستفتقد البرازيلي نيمار دا سيلفا المصاب أيضا، وجوردي ألبا بسبب بطاقة حمراء، وخافيير ماسكيرانو صاحب الإنذارات الخمسة. خسارة أرسنال أمام مضيف ليفربول بخمسة أهداف لهدف سببه الغياب التام لمسعود أوزيل بحسب صحيفة ديلي ميل. اليومية الإنجليزية انتقدت أداء النجم الألماني بشدة، فوصفته كشبح يجري في الملعب لكن من دون فائدة. الكاتب أشار إلى أن لاعب الوسط يركض بضعف وينتابه التردد كلما لامس الكرة خلال المباراة أمام ليفربول. هزيمة أرسنال أعطت المركز الأول لتشيلسي الفائز على نيوكاسل يونايتد. في ألمانيا ديربي بافاريا حسمه بايرن ميونخ من دون عناء، فاز على مضيفه نورنبرغ وعزز موقعه في الصدارة بهدفين نظيفين. ختم بطل ألمانيا موقعته في المرحلة العشرين. مهمة التسجيل استلمها ثنائي ماريو مانزوكيتش وفيليب لام. النادي البافاري يقدم أفضل مستوياته، فهو لم يذق طعم الهزيمة هذا الموسم ليستقر في صدارة الترتيب العام بفارق 13 نقطة عن باير ليفركوزن أقرب منافسيها. في مباراة ثانية اكتسح بوروسيا دورتموند مضيفه فيردر بريمن. شباك صاحب الأرض اهتزت في خمس مناسبات. وقع روبرت ليفاندوفسكي على ثنائية كما حال زميله هنريك مختريان، وهدف وحيد لمانويل فيرديتش. والآن إلى جولة صحفية مع زميل عبد الرحمن عز الدين. السلام عليكم. مجزرة بورسعيد ما زالت عالقة في أذهان أعضاء أولتراس أهلاوي على الرغم من مرور عامين. على هذا الأساس فهم يرفضون أي تعامل مع إدارة النادي المصري البورسعيدي. في هذا السياق عنونت صحيفة الجمهورية صفقة حسام حسن المصري تشعل غضب الأولتراس. الصحيفة أكدت أن إدارة النادي القلعة الحمراء تترقب وتخشى ردة فعل الأولتراس على صفقة التعاقد مع حسام حسن التي تمت يوم الجمعة. من السعودية اخترنا لكم هذا العنوان من صحيفة عقاد. 30 سنة كفاية يا دوسري. بحسب الصحيفة فإن مشجعي نادي الاتفاق السعودي وبعد الخسارة أمام الاتحاد رفعوا لوحة عليها عبارة 30 سنة كفاية ارحل. هذه اللافتة موجهة لرئيس النادي عبد العزيز الدوسري بعد اقتراب النادي من الهبوط لدوري ركاء للمحترفين. هنا الجماهير تطالب رئيس النادي بالاستقالة. في إسبانيا عنوة ماركا الأسبوع الأسود على أتلتيكو مدريد. والصحيفة كتبت عن المستوى الانحداري للنادي المدريدي. تألق في 20 مباراة في مختلف المسابقات ليخسر في الجولة 23 أمام الميريا. ومعها فقد المركز الأول لصالح ريال مدريد. في الديلي ميل في إنجلترا نشرت صحيفة الديلي ميل صورا لتزحلق أرسن فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي. وذلك بعد الخسارة بخمسة أهداف لواحد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي. وقالت الصحيفة فينجر الرجل البارد والهادئ تعثر وهو في الطريق إلى محطة ليفربول بعد فقدانه الصدارة لمصلحة تشيلسي. ونحن نرى هنا تزحلق فينجر وهو في طريق العودة إلى مدينة لندن. في الديلي ميل أيضا الصحيفة سلطت الضوء على صفقات في صدد أن يبرمها مدرب مانشستر يونايتد ديفيد مويس وبتكلفة 100 مليون جنيه استرليني. الاسكتلندي سيدفع 100 مليون للتعاقد مع خمسة لاعبين. أولا ثنائي يوفنتوس بول بوغبا وأرتور فيدال. دفاعيا سيستقدم لوك شو من ساوثامبتون وجويل فيلتمن من أياكس. ويبقى الهدف الأكبر الفوز بخدمة البرازيلي دييغو كوستا نجم أتلتيكو مدريد. نختم جولتنا من إنجلترا أيضا مع ثناء صحيفة مترو على المصري محمد صلاح في أول مشاركاته مع تشيلسي الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل. الصحيفة نشرت تقريرا مصغرا عن ابن 21 مؤكدة أن ليفربول قد يأسف لعدم قدرته على استدراج اللاعب إلى ملعب الميرسيسايد.
في كرة السلة الأمريكية، فينيكس سانز يتقدم إلى المركز السادس في المجموعة الغربية بعد الفوز على مضيفي جولدن ستيت ووريرز. المباراة حملت عنوان حرب الرميات الثلاثية من الجانبين، لكن الأفضلية كانت لأصحاب الأرض. قاد غوران دارجيك فريقه إلى الفوز بتسجيله أعلى معدل نقاط في مسيرته. ختم المباراة برصيد 34 نقطة وأضاف 10 تمريرات حاسمة. النجم السلوفيني خطف كل الأضواء في الربع الأخير، فقد سجل 13 نقطة في الدقائق السبع الأخيرة. هاريسون بارنس كان الورقة الرابحة عند ضيوف، سجل 23 نقطة على الرغم من مشاركته من مقاعد البدلاء. ياري ماتي لاتفالا يفوز بلقب رالي السويد ليعتلي صدارة بطولة العالم للراليات. سائق فولكس فاجن قطع مسافة السباق في 3 ساعات و31 ثانية. تفوق على النرويجيين أندرياس ميكلسون سائق فولكس فاجن وماتس أوتسبرغ على متن ستروين. لاتفالا أحرز لقبه الثالث في السويد ليرفع رصيده من النقاط إلى 40. ابتعد بفارق 5 نقاط عن بطل العالم السابق والعائد إلى المنافسات الفرنسي سيباستيان أوجري الوصيفة. رالي المكسيك سيكون المحطة الثالثة في بطولة العالم للراليات وسينطلق في 6 آذار مارس المقبل. نهاية النشرة الرياضية المفصلة، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.